الشرطة الهولندية تفتح أبوابها لبرنامج كلنا أبطال. نحن الآن بالمنطقة الأمنية أوسترهاوت بريدا بجهة برابون بجنوب هولندا. محمد العراق عنصر أمن مغربي برتبة ضابط شرطة ممتاز، مهمته الإشراف على عمليات ضبط الأمن وحفظ النظام العام. محمد العراق يقوم أيضا بمهمة نائب وكيل ملك هولندا، فهو يملك قرارات الاعتقال وإخلاء السبيل والحفظ على ذمة التحقيق. روبورتاج أمين عدراوي، محسن مجن وعماد صابر. معكم محمد العراق من مواليد 1965، أشتغل لمدة 24 سنة في الشرطة الهولندية وبالضبط في إقليم الجنوب. الوحدة ديالنا نتاع الشرطة كتكون من 4 نتاع لي ديستريكت، يعني الدائرة الأمنية، والدائرة الأمنية اللي كنشتغل فيها أنا هي دائرة الباروني، ودائرة الباروني فيها 4 نتاع الوحدات نتاع الشرطة، يعني نتاع لي بيرو بوليس. البيرو البوليس اللي كنشتغل فيه هنايا كيتكون من 140 اليمون نتاع الاشخاص اللي كيخدموا، نساء ورجال وكل شيء، تحت التدبير ديالي هنايا. المهنه ديالي انني كنشتغل هنا كضابط ممتاز، يعني في لو كوتي اوبيراسيونيل التاكتيك، او ميم طون في نفس الوقت كنشتغل كنائب وكيل الملك. مرحبا فندق خبير، اتس لوكس ايوه. اول شيء ما كنديرو ملي كنبداو الدينس نتاعنا، يعني لو سيرفيس، وهو الانسان البوليسي خاصو يكون كومبلي كومبلي دو نيفو دو توني ارمومون اي تو، خاصو بعدا يعرف راسو بانه هو واجد موجود، عاد كيهبط لتحت. اللي كنهبطوا انا بالنسبه لي المهمه ديالي كشاف سيرفيس غادي نهود باش غادي ناخذ لا ريليف دو سيرفيس، ناخذ لي زانفورماسيون مع الاخ اللي كان في الصباح. اخر بير اوكي ندير شي عند افونت مايكل هامبرغ. هادو الاخوه اللي قاعدين دابا غادي ناخذ عندهم لا ريليف نتاع السيرفيس، لانني غادي نبدا انا في العشيه ان شاء الله، غادي نكون شاف سيرفيس. Et on va essayer de prendre les informations et tout ce qu'on va essayer de donner aux gens pendant le briefing. Ik heb al met sinds ja, begin jaar 2000 denk ik. 2007 zijn we samen bij de noodhulp hier in Oosterhout begonnen. En ik heb Mohamed leren kennen als een fijn mens. Als ik naar zijn werk kijk, dan heeft hij vaak het vermogen als we in een discussie zitten om boven de discussie uit te treden en ons weer terug te brengen van hey, maar waar gaat het eigenlijk om? Dus dat heb ik wel heel erg leren waarderen in hem als mens en als collega. Als mens heeft hij sowieso ook veel aandacht voor een ander. Hij is begaan ook met het lot van een ander en hij uit dat ook naar de ander toe. Houdt het niet voor zichzelf, maar uit het voor gaan. Privé dan hebben we best hele leuke gesprekken. Onder andere ook over het geloof. Mohamed is moslim, ik ben christen. En daarin hebben we toch wel heel veel raakvlakken. Natuurlijk zijn er ook verschillen. Daar worden we het ook niet over eens. Maar daar kunnen we van ons allebei kunnen we dat op een goede manier kunnen we dat waarderen naar elkaar toe. Mohamed is ook een familiemens. Familie is voor Mohamed ook ontzettend belangrijk. Het gezin en zijn kinderen. Ja, goed. Oké. Okay. Nou, dan gaan we naar de briefing. Oké. الاخ اللي خدم في الصباح زودني بالمعلومات اللي خاصني نقدر ندير اتونسيون لها بالنسبه للعشيه ونستعملها اذا كان من الممكن. من الاشياء اللي طراو اللي كانوا مهمين، كطراو بزاف الحوايج، والاشياء اللي كانوا مهمين وهو واحد البنت وقع عليها بعض الاعتداءات بالضرب وبالجرح وكل شيء. المهم توت فاصون هذيك راه حنا مكلفين بها في الاخر بالسيرفيس دو ريشيرش. وحاجه اخرى هو انهم القبض على واحد العصابه اللي كانوا هازين
معهم واحد الكمية كبيرة نتاع المخدرات. محمد خذ ميداق. هاي بلايف سيتي. بس خذ ميداق فور الأفونديس بريفين 24 ساعة. وات دان فور بيزونديرهايدن زين جيفيست نوموارديغ بيزونديرهايدن فور. يلا شفتو دابا بأننا دوزنا البريفين. البريفين وهو واحد يعني كنجمعوا بعضياتنا بحال اللي شرح لكم من قبل. كتعطى لي زانفورماسيون المهمه لي زينوتي ولي زاليمون اللي غادي يخدموا دابا في العشيه. دابا عاد جانا في مدينه بريده بان واحد اسمحوا لي بانني كنتصنتو ميم طون بان دخلوا في واحد الحانوت وقيل على ما اظن بالسلاح هجموا على الحانوت وحاولوا ياخذوا المحتويات ديال نتاع الحانوت وفي نفس الوقت واقيلا كان عندهم السلاح ولا خاصني توجه للمكان اللي طاري فيه هذا الشيء. الحاله اللي كيطراو بحال هادو اللي كيدخل على شي واحد بالسلاح واقيلا على شي حانوت ولا شي حاجه كتكون اليقظه كبيره بزاف وكيتقدموا اي يونيتي اللي عندنا هنايا كيتقدم الغرض انه يمشي يساعد الزملاء ديالو ولا لاحظتي كيكون بعض المخالفات ديال الطريق لانني كنستعمل دابا الضوء الازرق وكنستعمل كلشي باش نحاول نتصل بعين المكان بالزربه باش نكون تباك باش ناخذ لا ديسيزيون شنو خاصو يكون. مرات كما كتعرفوا بان الشرطه خاصها تصل في بلاصه بعين المكان بالزربه وكيكون المسافات بعض المرات بعاد بزاف السرعه دائما كتكون مجبوره علينا ولكن كتكون دائما اليقظه الانسان واخا يجري خاصو يكون كيجري بواحد يعني بواحد الطريقه اللي ما كتعديش بها المستعملين الطريق بلي زوطوغوت بحال هكا كيكونوا عندنا عامرين بزاف. بعد ما خديتو معلومه بان هنايا طرا واحد الكومبريولاج في هذا الحانوت اللي كتشوفوه توصلنا بمعلومات بان جوج نتاع الافراد هربوا من هنايا وربما استعملوا السلاح والاخوان كانوا على يقظه كبيره شدوا دوك الجوج بعد تحريات هنايا في لو كارتي شدوا جوج نتاع لو سيسبي دابا خاصني نمشي لتماك باش عاوتاني نشوف شنو كاين. المهم باليقظه ديال لي زينيمون اللي عندنا هنايا الحمد لله توصلوا باش يشدوا جوج نتاع العناصر اللي هجموا بالسلاح يعني بالسلاح الثقيل وكانوا الاخوان زعما ما عندي ما نسالهم شابو شدوهم ومن الناس اللي شدوا واحد منهم ما غادي يهبطوه دابا باش غادي يدخلوه للداخل وغادي نحاول باش ندير معاه الاجراءات القانونيه يتقدم ليا كنائب وكيل الملك وغادي نحاول باش ندير له الامور ديالو. المهم هو الي بيان كالم دابا في هذه الساعه هذه لحقاش استسلم. Ik heb Mohamed als een heel fijn persoon. Mohamed is mijn chef. En met werkzaamheden waar ik mee van doen krijg zijn vrij divers. Dus als je ergens mee zit, kon ik altijd bij Mohamed terecht voor raad en daad. Mohamed staat ook altijd open met de problematiek waar je mee te kamp krijgt. Of persoonlijke problemen waar je mee zit. Kon ik altijd bij Mohamed kwijt. Hij kwam altijd met daad en raad hoe je bepaalde problemen dan kon gaan oplossen. Mohamed heeft gewoon een hele fijne, openlijke persoonlijkheid, waar je dus eigenlijk gewoon ook je steun kan ontvangen als je die nodig hebt. Als chef is Mohamed ook altijd open en eerlijk en ook direct. En Mohamed geeft ook altijd een bepaald beleid aan van nou zo gaan we het doen. En we gaan het zo doen, want hij is natuurlijk ook chef. We kunnen niet allemaal chef zijn, dus er moet iemand gewoon het voortouw pakken van zo gaan we het doen.
En heb ik altijd al zeer prettig ervaren van, ja goed, we kunnen echt, ik kan echt mooi met van op aan dat, ja, dat sommige zaken gewoon ook zo wat opgepakt. En dan vertrouw je daar ook op. En uiteindelijk komt het ook altijd weer op zijn pootjes terecht dat het ook altijd goed gaat. De camera die ik instemmen, die ik in Gorge Lazon Barra. Oké, ik kon vloemoe in Medialo, zo en kan ik al kapot alles hier houden, lekker en Chihaza Barra, laat ik. اي حاجه كتسجل باش يعرف الانسان اي حاجه كتسجل ملي كنبغيو نديروا البي في ديالنا نكتبوه ولا نصاوبوه ونصيفطوه تقدر دير البي في ولا البي في كيدعم بلو ماتيريال تاع الفيديو قاضي التحقيق ولا القاضي ولا اي حاجه كيقدر ياخذ هذا كبي في فهاد الحاله هادي ما كانش لي ديغا بزاف لي ديغا اومان ما كاينش بزاف ديغا ماتيريال كتشوفوه الطوموبيل داك السيد اللي كان كيسوق واقيلا فقد شويه الكونترول على الطوموبيل ديالو وخرج على الطريق هنا وراه باديه تقريبا واحد 200 متر باديه من اللي هو كيتجر وتلاه حتى لهنايا وفي هذه الحاله هذه وقف على هذا الفار اللي كنسميوه الحديد الحمد لله ما ضربش على الفوق باش يتلاح ليها في الماء الحاجه اللي عندنا هنا مهمه اي اكسيدون طرات في لاولوند هنا في القانون وهو انه خاصو يتقدم لواحد لو تيست نتاع الشراب يعني واش متناول الكحول ولا لا اي واحد واخا يكون كيبان ما دار والو مصلحته ومصلحه الجميع بوف اونس اس محمد الاراخ دي هيفت دي لايدينج زيك مار اوفر هيل الجروب فانداغ زوالس يو جيزين هابت اس ان اريدينج جيبيرت Daar zijn diverse eenheden gekomen, waaronder ik. Ik ga ook altijd ter plaatse als chef van de groep. En ja, we hebben altijd ook de groepchef nodig. En dus Mohamed, die hebben wij ook erbij gehaald. Zodat hij kan kijken of er iets moet gebeuren. Gelukkig, we troffen een eenzijdig ongeval. En het is allemaal goed verlopen. En Mohamed heeft niets hoeven te doen. Normaal moet hij iemand aanhouden of zo. Maar, dan, maar dat was niet nodig. كنذكر ملي خديت البكالوريا ديالي وقريت سنتين في الجامعه في المغرب جيت للديار الهولنديه دخلت الاكاديميه ديال الشرطه وكانت في 1991 لو طون لي جيتي ادمي باش ندخل نقرا تماك ديما سي نوردي شكون صافي لكم اتاي؟ أناف ندير كويس ديالك ماشي ساهل باش توفق في هذا الشيء هذا وانتم عارفين الإكراهات اللي كيعيش فيها الإنسان الخدمة العمل تخدم بالليل بالنهار تنوض كذا والمسؤولية اللي كاينة ولكن في الراس ديالي من النهار تزاد الولد السي نور الدين وبطبيعة الحال حتى السي نضال دائما اللي كيدور في راسي وهي كيفاش غادي نلقن لهم الطريقه باش ان شاء الله بحول الله يوقفوا بواحد ثقه النفس اولا وبواحد روح المسؤوليه وبواحد الاعتماد على النفس وبواحد الصوره اللي كيفتخر بها اي انسان سواء كان في هولندا ولا كان في يعني في المغرب الوالد جالي راه كيخدم بزاف ولكن الحمد لله ملي كيجي الدار كيعطينا الوقت كندوزو مع الوقت الحمد لله وراك عارف راه الخدمه صعيبه ولكن الحمد لله بابا كيعلمنا ديما كيقول لنا ديما دير الفوكس ديالك في القرايه وعطي الاخلاق مزيان والدين توا ضروري وهادشي كله باش نعطيه صورة زوينة الهولندية هات البلاد هولندا السلام عليكم ik heb Mohamed leren kennen toen ik nog vrijwilligerswerk deed tijdens mijn studierechten en nu na 24 jaar zie ik een hele fijne relatie waarbij het ons gelukt is om het beste uit twee culturen bij elkaar te brengen Mohamed is niet alleen een carrièreman waar ik heel trots op ben Maar hij is ook een hele lieve, zorgzame man die er altijd voor ons is. En verder ben ik heel erg dankbaar voor het mooiste wat hij mij heeft kunnen geven. En dat is mijn kennismaking met de islam. Alhamdulillah.
بطبيعه الحال بالاضافه للزونطريمون اللي عندنا حنا في العمل كرجال شرطه، الانسان دائما خاصو يزيد رونفورسي راسو في لو طون بريفي. ايوا من الاشياء اللي كنديرها وهي لو فيلو الفي تي تي راكم عارفين الجرا ولي فوتينغ. الاخ تاع محمد العراق كنخدم كنائب مدير واحد الاعداديه بروتردام منطقه دال صعبه، تقريبا كنعيش هنا في هولندا 20 سنه ونرجع مع ان شاء الله. ديما عندنا واحد الريتيال الاخ اننا كنجيو من بعد صلاه الجمعه كنجيو هنا كنتحركوا شويه باش الواحد يتسولاجا شويه ويتطلق شويه ويبدل الروتين. كيدير ماشي عمل؟ اللهم لك كرعه الخدمه وتماره. كيدير ماشي عمل؟ صباح خويا كيدير كيدير وليدات؟ الله يبارك فيك بارك الله فيك. غادي نتعرض لنور الدين يلاه جاي من السبور. واه راه مشى دابا يتريني وغادي نجيبو راني يلاه حسبتينا يلاه حطيت الطوموبيل. انا يلاه درت باركين انا غادي نمشي نطلع روتردام. صافا كيدير بخير؟ كيدير بخير. مدام لاباس عليها؟ كاين شي سبور؟ اللهم لك الحمد. شحال هادي ماشي مدام بخير؟ كلشي بخير. صافا مورين الدار لاباس عليها؟ كلشي بخير اخويا. كاين شي رياضه تاعك؟ لا ديما ديما عافيتي مدام. لا ديما سبور. الله يحفظك. محمد العراق كنعرفو هذه مدة، واحد الإنسان اللي مشرف المغرب ومشرف الجالية المغربية هنا في هولندا، لأنه كأنه كيزاول المهن ديال الشرطة. الحمد لله عطي واحد الصورة مزيانة للمغرب. كما كتلاحظوا يلا دابا تكلمت مع هذا الانسان هذه اللي معتقل عندنا هنا، هي امراه مشدوده على السرقه الموصوفه. بصفتي كنائب وكيل الملك قررت دابا بانني غادي نحجزها 3 ايام هنايا، 3 ايام باش نكملوا البحث ديالنا وباش نصاوبوا لو بي في ديالنا. كما كتشوفوا دابا ساليت البيفي ديالي، ودابا راه جاتني مكالمة بأن واحد السيد لقاو ميت في الدار، خاصني نمشي باش نشوف الأمور شنو كاينة، واش موتة ناتورال عادية ولا كاين شي ولا كاين شي جريمة ولا شي حاجة، خاصني نلتحق بعين المكان. كما اتضح لكم دابا دخلت للمنزل، شفنا السيد اللي توفى وهضرت مع الفاميليا ديالو. الطبيب راه كان هو الداخل والممرضه اللي كانت معاه، والى ديسيدي بانها موت عاديه الحمد لله. غادي يقوم بالاجراءات ديالو الاداريه ادمنستراتيف، وفي هذه الحاله هذه بان الانسان اللي مات هنا اللي توفى كان لقاوه بانه على ما اظن 7 ايام حتى 10 ايام هو ناعس في الدار ميت، ودابا يلاه لقاوه في الدار. وهذه كتوجب عليا انا كنائب وكيل الملك باش ندير ان بي في. النهار كان متعب، شفتوا عدة حالات متنوعة، والحمد لله كان النهار داز واخا رغم انه متعب داز في امان الله، وما كانت شي حاجة اللي كتعرض للخطر ولا بالنسبة لزاليمون ديالي وبالنسبة لي انايا. هذا شكر الله سبحانه وتعالى، وهذا الشيء كله هذا الفضل كيرجع فضل ديال الله سبحانه وتعالى وتربية الوالدين. تربية الوالدين ما نساوهاش، وبطبيعة الحال التكوين اللي تكونته في المغرب ما عمرني ما نساه، وبالأخص بغيت نذكر في هذا المجال هذا الثانوية العسكرية الملكية الأولى بالقنيطرة. كيرجع الفضل كذلك للتكوين اللي تلقيت ليه هنايا في هولندا في لاكاديمي سوبيريور دي زوفيسي سوبيريور. أنا جد فخور بأنني مغربي، وبنفس الوقت جد فخور بأنني هولندي، وكنقدم السلام لأي واحد اللي يتفرج فينا، وكان نحاول ان شاء الله ناكد على اذا بغيتي غتوصل ان شاء الله، حاول دير المجهود ديالك. وبالنسبه للشباب المغاربه في كافه العالم كله دير المجهود، حمر الوجه ديال بلادك اللي عايش فيها والبلاد اللي جاي فيها، وما يكون الخير ان شاء الله. مع السلامه.